تسعى الهيئة السمكية في خليج عدن لتطوير عدد من مراكز الإنزال السمكي ومراكز حراج الأسماك في محافظة لحج وفقا لخططها للعام القادم، حيث تفقد المهندس ناصر النسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية اليوم مركز حراج الأسماك في مدينة الحوطة بمحافظة لحج للإطلاع على النشاط السمكي وكيفية تصريف المنتجات السمكية. التفاصيل في تقرير منصور سيف سعيد. تفقد المهندس ناصر النسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن اليوم، ومعه وكيل محافظة لحج والضحى الحالمي بمعية مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية في المحافظة أحمد ذيبان، تفقدوا صباح اليوم سير العمل في المركز الرئيسي لحراج الأسماك بمدينة الحوطة وما يقدمه من خدمات للصيادين وباعة الأسماك والمواطنين في مجال تصريف المنتجات السمكية ووصولها إلى المواطنين بجودتها الجيدة. وعبر النسي عن ارتياحه لما شاهده من نشاط وتنظيم في المركز، داعيا إلى الحفاظ على المركز واتباع الطرق الصحيحة والسليمة في تصريف المنتجات السمكية والالتزام بقواعد النظافة في ساحات الحراج، مشيدا بدور السلطة المحلية في المحافظة وما تقدمه من دعم للنشاط السمكي في المحافظة. هذا الحرائق أساسا يخدم مواطنين محافظة لحج، ويخدم أيضا بالدرجة الأساسية مواطني الحوطة، وهو مركز كويس نظيف بيئيا نظيف صحيا، مساحة نوعا ما يعني صغيرة، لكننا في طريقنا للبحث عن توسعته بأي وسيلة كانت بأي طريقة كانت، بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة. باسم السلطة المحلية مثلا بالأخ اللواء أحمد عبد الله التركي، نرحب بالأخ والزميل وكيل وزارة الزراعة رئيس الهيئة العامة للمصائد في خليج عدن للنزول إلى عاصمة المحافظة للإطلاع على حرائق الأسماك في المحافظة والإطلاع على الصعوبات والمعوقات وما هو الممكن أن يساهم في تذليل الصعوبات للحرائق. ووجود الأخ رئيس مدير فرع الهيئة بالمحافظة إضافة إلى وجود السلطة المحلية إلى جانبهم في تذليل أي صعوبات، ونتمنى أن يكون نزولنا هذا ملموسا لدى الموجودين في الاطلاع على الصعوبات وحل الإشكاليات والارتقاء بهذا السوق إلى المستوى المطلوب. نحن طبعاً سعدنا بهذه الزيارة ودانا وسرنا كثيراً، لأننا نحن في سوق الحوطة نعاني، الوضع شوفه قدام عينك، في عندنا إقبال غير عادي على السوق، مساحة السوق غير كافية، الزحام لأنه أغلب قرى الحوطة هي تستخدم السياكل لنقل الأسماك. أيضاً السوق هذا أصبح يغذي مديرية الحوطة، مديرية تبن، أقزم ردفان، مسيمير، أقزم طلباحة. بدأ السوق يأخذ انطباع جيد عند الناس، بدأ الناس يتوافدوا له من كل المحافظات. نتمنى من السلطة المحلية والوزارة الثروة السمكية يهتموا بهذا السوق ويعطوه أفضلية، يقولوا قل اهتمام مشان توسعه، وعسى ننتقل مرة ثانية إلى أماكن أخرى. الهيئة العامة للمصائد السمكية خليج عدن تسعى إلى توسيعة مركز حراج الأسماك في مدينة الحوطة وفق خطط طموحة تسعى الهيئة لبلوغها، انطلاقا من الأهمية الاقتصادية التي يحتلها النشاط السمكي. لقناة عدن الفضائية منصور سيف سعيد، محافظة لحج.